بس المستشارين بس المستشارات كانوا يراون مناطق الفن بس الرؤساء المصالح المدنيه والعسكريه ناس اسلوين يراو الخراوية العين بس ناس المرشحين المرشحات ناس الى غمس التنغمس ناس اسلوين المسمولين ناس نظر التنظرين اني بون خاز اللي نسمي رئيس الجماعة القروية لعين لوت السادة المنتخبون والمنتخبات السادة رجال الإعلام السادة رؤساء الجمعيات السادة الشعراء والشاعرات حضورنا الكريم نجدد لكم التحات في مدينة عين لوت منبع الكلمة الهادفة والمعبرة والتي هي وحي ولادة هذا المهرجان مهرجان أخا إنشد في دورته الأولى والمنطقة من طرف بها الحفاظ المكنس وجمعية سيمات لبنون الأطلس بتعاون مع عمالة إقليم فران والجماعة القروية لعين لوت وبالمناسبة أعطي الكلمة للسيد نائب رئيس جهة أنباس مكناس السيد محمد أزين ليرحب بالحضور الكريم باسم مجلس جهة أنباس مكناس. سلام رفيف اللون دائما وابدا نتشرف بتواجدنا معكم وبينكم في هذا المطار بايجابه وايجابه وعرقه وتاريخه فضاء الابرص والمتوسط ارض العطاء والكرم وجود القريح افضل شعراء وادباء ورجال ساهموا في هذا ذاكرة المولود الثقافي المشرق وأصبح مرة أخرى يفتح ذراعي معارضة لنا خلال أخام إنشاد التفاتة وتدمين لكرات لا مادي وجد حياة الوطن المغرب وهي وقفة ليست ويطلب على هوية الأمل وأيضا الانتفاع أول ظهرة لمهرجان أخام إنشاد بشيوخ أفراد هذا الموروث وفاتة بوجوه أسدت الكثير في الشعب المغربي المغرب وأغنت إزالة الكلمة الموزونة الراقية والهادفة فلهم منا كل الحب والتقدير والاحترام والامتنان وطبعا على التشكيلات لا يمكنها الا ان تبارك وتفرحب وتدعم كل المبادرات الراميه الى افراد وتدمير كل مكون بنيه لا مال ايمانا منها ان من لا تاريخ له لا مستقبل له كما لا تفوتني هذه الفرصه ان ارحب بالجميع وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من السيد عامر صاحب الجلالة على الإقليم ليس فقط على دعمه بل على إنصاته وأذنه الصافية وأذنه الرحب وأيضا السيد رئيس جمعية تيمات والسيد الرئيس جماعة عين لوت طبعا المجهودات يبذلها من قريب أو بعيد باش يكون هذا الملتقى في حجم هذا الحدث الذي نعيشه اليوم فمتمنياتي للتوفيق لفعالية هذا المهرجان الذي نود ونطمح على ان نرحب على هذه الثورة ان شاء الله حتى يصبح من المهرجانات التي ستكون له حقل يكون له حضور يكون له مكانة في هذا السياق لابراز كما اسلف لابراز وتثمين التراث اللامادي فمرحبا بالجميع
التطوير ومتمنياته في مجال هذه الفرصة. سيد رئيس ومستشار الجامعة الترابية العلمية، السادة رؤساء الجمعيات، السادة رجال الإعلام، السادة الشعراء، أيها الحضور الكريم، في البداية أرحب بجميع الحاضرين وبكل الشعراء كما يعرف الجميع على المجهودات الجمعية المجد وعلى رأسها الدكتور السيد محمد محمد أيهما الاسم ليس نطرحك شجاع الكوليك من زيارو أن جايوه من السنة تسبتا أجدودا من زيارو للشعر المجد دو أخام لمزيغا دو أخام الشعراء لأن أخما يديك شعراء شعراء الحمد لله لا أستمع في غذات لا أن يبدو تنطرت لأن الشعر المزيغ أرغوس الخلاف أم وحيدوس أحيدوس موس الخلاف ولكن الشعر المزيغ يدرس موس الخلاف أرد من إن شاء الله أدي دو يغذات أرد من أدي التوران لاعتبار أرنس أمشي ندى انتشار إبرلمانين حضرين غضاب رؤساء الجامعات أرنس منا الآن جافوس كفوس أنس أو المتنا برناو بشد حاشد إن شاء الله لأن لنا الزوق إمجان نغاق السبرنين كوني كاشو هي كينات من دا سوحي دوس وفات الدين بطار إنقاض ولكن مجهودات من الجا يعايد يوم فانسانس يعايد تكيه كتفنا ينقوض أمشي نتمنى إن شاء الله أبدو جدا من الشعر هذه الكغر ذات هذه مغور الذي استمناه إن شاء الله هذه مغور بالظل أن المجهودات التي نزلت بالذات الجهة العاملة بالجمعية بالجمعية في المجتمع المدني أرى السدود الجامع الذي لا شك فيه سادة غد يصدفون وشكرا للجميع سبحان وانادا خيت قال ادنا وال وراخ لي سيني نفسا وار نروطين انا مشامون انا وليدي وشري شنو لي دنيا رئيس المجلس الاقليمي لاقليم فران ورئيس البوقرعي نائب رئيس مجلس سيد عمر اذروان منها استلهم قصائده الشعرية التي تعبر بكل صدق